تشريح أحدث أنواع الشاشات من كيوليد وأوليد، كل هذا والعديد والعديد من الدورات على إلكتروصوفيان فقط في الجيل الثالث. يمكنك أيضا متابعتنا أو متابعة جديدنا عبر الفيسبوك. كل ما عليك توجه إلى خانة البحث وكتابة إلكتروصوفيان كما هي موضحة أمامك. ستظهر لك أيقونة خضراء وهي أيقونة الصفحة الخاصة بنا، وهذا هو شكل الصفحة، وتظهر لك أيقونة سوداء هي للمجموعة، وهذا شكل المجموعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد لكل الأمة الإسلامية، لكل المتابعين قاطبة. فيديو اليوم إن شاء الله تعالى سيندرج ضمن دورات اللابتوب والديسكتوب. طبعا هي عبارة عن دورة جديدة، طالما أشرنا إليها سواء في المجموعة أو الصفحة الخاصة بنا أو كذلك عبر قناتنا على اليوتيوب. طبعا دورة اللابتوب كانت معقدة بعض الشيء في تصميمها، لأنها ستدمج بين اللابتوب والديسكتوب. يعني الفرق بين الديسكتوب واللابتوب نظريا هي فقط في دائرة الشحن، لكن في الحقيقة هناك فروقات كثيرة وكبيرة، لكن يبقى نفس عموما يعني نفس فلسفة عمل المنظومات بين الديسكتوب واللابتوب. بالنسبة للدورة، الدورة ستكون في الأجهزة المتوسطة، بمعنى بين السي بي يو الكورتوديو أو الكورتو كواد أو الديال كور إلى الاي 5 إلى الاي 5، يعني من الديسكتوب واللابتوب، زائد أننا سنلقي النظرة يعني على لابتوبات الخاصة يعني بالآي ام دي والرايزن وذلك النوع، مع العلم أنه قليل جدا في السوق. يعني أجهزة ولو أنها جميلة إلا أنها قليلة في السوق، ونحن سنشرح الأشياء التي يمكن أن يعني يستفيد منها الفني، يمكن أن يسترزق منها الفني، وليس الأشياء التي تباع باهظة أو الأشياء القليلة في الأسواق. على أي الشروحات يعني تكون محصورة بين الكورتوديو كما سبق وأشرت إلى الـ A5 في كلا النوعين، يعني في الديسكتوب وكذلك اللابتوب. والبداية ستكون كالعادة بدراسة مفصلة لدوائر الشحن، وعندما نتحدث عن دوائر الشحن فهذا يعني أوتوماتيكيا أننا نتحدث عن اللابتوب. لماذا؟ يعني سنبدأ بدوائر الشحن ولا نبدأ بدوائر أخرى؟ ببساطة شديدة، لأن أبرز الفروقات أو أبرز الاختلافات في تصميم اللابتوب وتصميم الديسكتوب هي دائرة الشحن. يعني إذا أزلنا دائرة الشحن من طريقنا، حينها يمكننا أن نشرح عليهما كلاهما في نفس اللحظة. يعني نشرح دائرة البروسيسور في اللابتوب وتفاصيلها وأعطالها وإصلاحها، ثم نشرح دائرة البروسيسور في الديسكتوب أعطالها تفاصيلها وكل شيء يتعلق بها. واضح؟ لكن دائرة الشحن موضوع يعني بعيد كل البعد أن يكون بينهما، لذلك سنقوم بشرحها منفصلة كبداية، بعد ذلك سنلقي الضوء على باقي الدوائر. بالنسبة للدورة ستكون عبارة عن تقريبا 60 حلقة. بالنسبة للماتيريال أو الوسائل الليزوتية التي سنستعمل، طبعا لن نستعمل الكارت تيستر، يعني الكارت تيستر الذي يظهر لك كود الأورور لن نستعمله، ولن نستعمل الأوسيلوسكوب. لماذا؟ يعني استغنينا عن هذين الجهازين أو هذين المساعدين في الورشة. طبعا نريد أن تكون الدورة مبسطة، فإذا استعملت الأوسيلوسكوب أو استعملت الكارت تيستر فهو يعني يقوم بتخفيض المهمة عليك أو تخفيض الجهد عليك أو اختصار طريق عليك. بينما إذا كان هناك متابعون لا يملكون الكارت تيستر والأوسيلوسكوب، أنت أوتوماتيكيا يعني منعتهم من الاستفادة، لأن إحدى المراحل تتطلب الجهاز، ربما ليس لديه مال يقتني به ذلك الجهاز، ربما هو فقط هاوي، ربما ما زال لم يبدأ بعد. لذلك فكما تعلمون من ألجم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، لذلك سنحاول التبسيط. وبالنسبة للأعطال التي لا تحل إلا بالأوسيلوسكوب أو بالكارت تيستر سنشير إليه ونقول أن العطل الفلاني يحل فقط بالكارت تيستر أو بالأوسيلوسكوب، غير ذلك لا يحل، يعني لا يحل لا بالعين المجردة ولا بالملتيمتر ولا بالتسخين ولا كذا. واضح؟ حتى تكون الأمور واضحة من البداية. بالنسبة
لأنواع أو أسماء اللابتوب، فسنقوم بالتركيز على الأسماء العالمية التي توجد في يعني في كل البلدان، حتى يكون يعني المحتوى لائق لكل المحتوى العربي أو لكل البلدان العربية، ولا يكون هناك يعني فرق بينهم، هذه البلدان فيها الجهاز الفلاني وهذه ليس فيها الجهاز الفلاني. أغلب الأسماء المنتشرة عالميا هي ديل، اتش بي، توشيبا يعني، والتي تاليها لينوفو، اي بي ام، يعني هذه الأسماء هي الأكثر انتشارا، هي التي سنخصص في الدورة. وللإشارة فالأجهزة القليلة أو النادرة يمكنك أيضا مشاركتنا بعض يعني بعض التفاصيل الخاصة بالأعطال الخاصة بها، وسنحاول طبعا أن نساعدك في حل المشكل الخاص بها إن شاء الله تعالى، إن أطال الله في العمر. كما سبق وأشرت، هذا هو الفيديو التقديمي، طبعا بعده سيكون مباشرة الفيديو رقم 1 والذي سنشرح فيه تفصيليا دوائر الشحن. دوائر الشحن، عندما نقول دوائر الشحن أي دوائر الشحن في عدة أجهزة بالمقارنة بينها وبالتفصيل بينها. قبل ذلك سنلقي نظرة على بعض بوردات لابتوب وبعض أجهزة لابتوب في هذا التقديم لنأخذ فكرة بسيطة. فعلى سبيل المثال لدينا هذا اللابتوب، هذا تابع للتوشيبا، فإذا لاحظتم معي فالبوردة الخاصة به، لاحظ معي جيدا أن البوردة الخاصة به هي مملوءة تقريبا عن آخرها بالقطع، لاحظ معي جيدا البوردة مملوءة عن آخرها بالقطع، يعني قطع مكدسة مع بعضها. وإذا قلبناه بهذه الشكل، هنا أيضا توجد قطع كثيرة، واضح؟ هذه القطع الكثيرة من الوهلة الأولى يعني يظهر لك أن الموضوع مستعصي جدا، كون أن الدوائر كل دائرة بها عدة بلوكات، بها عدة قطع، بها كذا، يعني الموضوع صعب شيئا ما. لكن إن شاء الله تعالى سنحاول التبسيط قدر الإمكان. هذه بالنسبة بوردة توشيبا، وتتوفر على منفذ HDMI، واضح؟ هذه المنافذ كنوع من تحديد الموديل أو تحديد يعني الجينيراسيون. لدينا هنا هذا HP DV7 طبعا مشهور جدا، سبق وفتحته طبعا حتى لا يضيع لنا الوقت. هذه بوردة، يعني هذه بوردة HP أو هاويت باكات، يعني هذه بوردة متطورة لل HP، فيها حتى الفيرسيون الواصلة إلى E7، واضح؟ فيها فيرسيونات E7، هذا بالنسبة لل HP، طبعا تعتبر حديثة. إذا ألقينا نظرة على HP أقدم شيئا ما منها، هذا HP أقدم منها كما تلاحظون، هذا HP أقدم منها، ولدينا الـ HP الأقدم منهما معا، وهذا على سبيل المثال. وإذا ركزت معي سأظهر لكم بعض الأعطال في هذه البوردات. فعلى سبيل المثال في هذه البوردة لدينا هنا إيسي متفحم، أو هنا هذا إيسي متفحم، واضح؟ هذا إيسي متفحم، حسنا. هل تغيير هذا الإيسي يعني سيحل المشكل؟ إذا قمت بتغيير هذا الإيسي يعني سينطلق الجهاز وكل شيء جميل؟ إذا كنت تجهل منظومات اللابتوب فلا أنصحك بتغيير أي إيسي، واضح؟ لأنه ربما يتسبب لك في ضرب دائرة على يعني على طول الخط، يعني من بداية المسار إلى آخره قد يتسبب لك في ذلك. لذلك يجب أن تكون لديك دراية بالمنظومة قبل تغيير الإيسي. بالنسبة لمثلا دائرة التوشيبا، سأريكم عطل، سأطلعكم على عطل بسيط جدا. هنا لدينا، ها هو هنا لدينا هذا الديود، لاحظ معي لدينا هذا الديود مضروب، ها هو هنا مضروب لسبب ما، واضح؟
يعني يجب أن نعرف الدائرة التي ينتمي إليها، ويجب أن نعرف لما حدث البلوكاج قبل الحديث عن تغييره. واضح؟ هذا فيما يخص التوشيبا. طبعا عندما تفتح الجهاز، عندما يصبح بهذه الشاكلة في يدك، فالاسم لا يعني شيئا. عندما تمسكه في يدك فالاسم لا يعني شيئا، كل ما عليك هو تتبع الهاردوير. الاسم يبقى حصرا على اي سي الاي او وعلى البيوس وبعض التفاصيل الاخرى والتحديثات يعني الموازية لها. واضح؟ اذا بالنسبة لدائرة الشحن كنظرة خفيفة ولو انها مخصصة للشروحات القديمة، فدائرة الشحن عادة بالنسبة لهذه البوردات فهي ترتبط بسلك اربع مسارات مع الشاحن وبهذا المشط مع البطارية. واضح؟ اذا دائرة الشحن هي هذه. هذا فقط احتمال، يعني حتى ليس شرطا، وليس هنا تكون بطارية وهنا البطارية وهنا الشحن، بمعنى أنها غالبا هذه هي دائرة الشحن، ويوجد الـ PWM قريبا منها، قد يكون هو هذا الـ IC الصغير هنا، قد يكون هذا هو المتحكم. واضح؟ بطارية اللابتوب هي جزء مهم من دائرة الشحن، لأن بها إيسيهات ودواكر لتسجيل تفاصيل إما عن الشحن إما عن عمر البطارية وعدة تفاصيل أخرى التي لا يمكن أن نغفل عنها في محاولة فهم دوائر الشحن. وعموما فدوائر الشحن في اللابتوب، يعني رغم التطور الهائل الذي يلحق اللابتوب، إلا أنها تبقى في أغلب الأحيان تبقى تقليدية، يعني لا يطرأ عليها تغييرات جذرية، إنما فقط يتم تحسينها بعض الشيء، الانتقال من مصفت يستهلك جهد إلى مصفت يستهلك أقل جهدا، وهكذا مثل هذه التفاصيل. إذا كما سبق وأشرت وأعيد، البداية ستكون بدائرة الشحن. فمن لديه مشكل في دائرة شحن في لابتوب خاص به، أو في لابتوب يعني وجد به تفحم، أو المهم مشكل في دائرة الشحن في لابتوب، يمكنك التعليق باسم اللابتوب أو اسم إيسي PWM الخاص باللابتوب أسفل هذا الفيديو، أو يمكنك مشاركته معنا في مجموعة إلكتروسوفيان وسنناقش العطل سويا، أو يمكنك الانتظار إلى ما بعد رفع الحلقة الأولى من الدورة التي ستكون خصيصا لدائرة الشحن بالتفصيل. بعدها إذا لم تصادف جوابا لسؤالك، بعدها يمكن أن نناقش المشكل سويا إن شاء الله تعالى في المجموعة إن أطال الله في العمر. إذا هذا كان كل ما لدينا في هذا التقديم الخاص باللابتوب. أتمنى من صمم القلب أن أكون قد وضحت يعني طريقة سير الدورة وبعض النقاط المهمة التي سنقوم بتناولها خلال هذه الدورة. أي استفسارات أو أي إضافات مرحبا بكم في التعليقات، وإلى أن نلتقي على محبة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. كان معكم دائما وأبدا المبتدئ سفيان بن عياد. لا تنسونا من الصالح الدعاء، والسلام عليكم.